الطبيعي طقس العرب في الأردن، أسعد الله مساءكم بكل خير. يسود الطقس غالبا صافي هذه الليلة في العاصمة عمان مع 15 درجة مئوية فقط، الملموسة 14 ورطوبة 55%، والرياح تكون غربية خفيفة معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة اليوم غد بدأ شمالا إربد 29 ل 19 مع تفرق لبعض الغيوم، المفرق 31 ل 20، جرش 29 ل 19، وعجلون 27 ل 18. المنطقة الوسطى البحر الميت طقس حار 36 ل 26، مأدبة 29 ل 18، عمان 28 ل 20، البلقاء 29 ل 21، والزرقاء 31 ل 21. المنطقة الجنوبية الكرك 26 ل 16، الطفيلة 28 ل 18، الشوبك 26 ل 18، معان 31 ل 20، أما العقبة زخات خفيفة من الأمطار متوقعة مع 38 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الشرقية رويش 32 ل 21، الصفا 32 ل 20، والأزرق 34 إلى 23. إلى اللقاء.